كشف او شيء كذي، ما اعرف اقرا النيك نيم. تقول لي شنو الخلاف بين هي شعيبي واخوها ثامر؟ مالي شغل، ليش تسالوني انا اسئله شخصيه؟ تشعوا هي شعيبي او ثامر، سالوا ايش شنو الخلاف اللي ما بينكم؟ ويمكن الخلاف اشاعه يعني مو حقيقه. فانا رجاء لا حد يحاكيني والله فلان مع اخوه ليش ما يتحاكي شعيبي او ثامر، سالوا ايش شنو الخلاف اللي ما بينكم؟ ويمكن الخلاف اشاعه يعني مو حقيقه. فانا رجاء لا حد يحاكيني والله فلان مع اخوه ليش ما يتحاكون، ولا واحد ما ادري شنو ويا مرته، ولا ما ادري شنو ويا بنته. انا ما لي شغل، اشياء شخصيه لا تكلموني فيها، اشياء فنيه ارد